طيب هنحل شيت 6 في الإلكترونيكس. هو الخاص بالديودز أو ريجلر ديودز. طيب احنا طبعا خدنا ان ايه هو الديود، وعرفنا ان هو عبارة عن ديفايس بيتحط في السيركت وله تصرف معين، بان هو بيخلي الكرنت يعدي او ما يعديش على حسب هو متوصل ازاي او اتجاهه ايه. ولو عدى ممكن يخلي الكرنت اللي يعدي ينقص شوية او الفولت اللي يعدي ينقص شوية. وقلنا ان الديود ليه كاركترستيك كتيرة، ليه ابلكيشنز كتيرة، زي ممكن مثلا نستخدم فيه يشتغل كسويتش اون وسويتش اوف، انه اصلا ممكن يخلي الكرنت يعدي او ما يعديش، دي حاجة كويسة. ممكن هو يعمل كليمتر، ليمتر يعني بيخلي الاوتبوت يبقى حاجة معينة ملوش علاقة خالص بالانبوت. وطبعا ممكن يشتغل في بناء اللوجيك جيتس. طيب خلينا ناخد بس شيت 6. ايه الـ السؤال فيه ايه، او كل سؤال فيه ايه. طبعا اتفقنا برضو ان الديود ممكن يبقى عندي في السيركت، ممكن يبقى عندي ديود واحد، ممكن يبقى عندي 2 ديود، ممكن الـ2 ديود يبقوا سيريز مع بعض، ممكن يبقوا بارلل، وممكن يبقى عندي كومبانيشن من السيريز والبارلل. والسورس اللي داخل السيركت ممكن يبقى دي سي او اي سي، ممكن يبقى عندي اكتر من سورس في السيركت الواحده. فخلينا السؤال ده ان انا عندي السيجنال عندي اي سي او الفولتج اللي داخل اي سي. طيب عايزين، هو هنا بيقول لي فور ذا سيركت شور ان ذا فولوينج فيجر، الفي 1 اللي عندك بواحد كيلو هرتز ب 10 فولت بيك ساين ويف. وبيسألك انك تسكتش ذا ويف فورم ريزلتنج ات الفي نود او الفي زيرو، assuming that the voltage drop across the each forward bias diode is 7/10. يعني voltage drop يعني النقصان في الفولتج هيكون خلال كل الديود هيبقى عبارة عن 7/10 لو الديود كان متوصل فورورد. طيب فهو هنا ببساطة زي ما حلينا قبل كده، ان انا هنا قايل لي ان انت داخل لك ساين ويف، داخل لك ساين ويف البيك بتاعتها 10، اوكي، في البوستيف وفي النيجاتيف 10، ده 10 وده -10. وهنا بيسألني لو انا عندي السيركت دي مثلا، عايز يسأل على الاوتبوت، بيسأل على الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، هل هيبقى ساين ويف ولا ساين ويف مثلا كده، ولا ساين ولا نص ساين ويف، ولا ايه بالظبط. يعني الريسبونس بتاع الديود او السيركت دي لو انا دخلت له ساين ويف. اتفقنا ان فكرة الساين ويف معناها ان الديود ممكن يشتغل فورورد وريفرس في نفس السيركت. ما كانش ده بيحصل طبعا في الدي سي سيركت، كان بيحصل ان الديود بيبقى فورورد بس او ريفرس بس، لكن في السيركت الواحدة. لكن لو عندك اي سي بيكون عندك السيجنال ممكن تبقى بوزيتيف عند سبيسيفيك تايم معين، يعني من مثلا الثانية دي للثانية دي كده، التايم ده كله بيبقى بوزيتيف، وبعد كده عند التايم ده كله بيبقى نيجاتيف. الديود هيشتغل هيرياكت بشكل معين لما يكون السيجنالز اللي داخله بوزيتيف، وهيرياكت بشكل مختلف لما يكون السيجنال اللي داخله نيجاتيف. فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول، لو طبعا همسك اول حاله، كنا بقول ان انا بقول ماذا لو كان الفي انبوت اقل. طبعا المثال ده احنا هنناه سوري، الفي انبوت اكبر من او يساوي زيرو، او الفي انبوت اكبر من الزيرو، سوري اقل من الزيرو. لما يكون اكبر من الزيرو ده معناه بوزيتيف، ولما يكون اقل ده معناه نيجاتيف. وقلنا هنا ان لما يكون عندي ديود ده البوزيتيف متوصل بالبوزيتيف، الديود ده هيشتغل فورورد وبالتالي هيعدي السيجنال عادي، بس هينقصه ب 7/10، هيبقى الرقم ده اسمه 9/3. تمام، هيبقى الفي ان، الفي اوت، الفي اوت في الحالة دي هيبقى الفي اوت بيساوي الفي ان ناقص 7/10، الفي اي ناقص 7/10. تمام، هو بيعتمد على الفي اي، شوف قيمتها بكام، وكل قيمة عندك هتجيلك ناقصها ب 7/10. تمام، الفي اي اقل من الزيرو، ده معناه ان الفي اي بالسالب، السالب هيتوصل بالموجب هنا هيبقى ريفرس، بالموجب ده هيبقى ريفرس، وبالتالي الريسبونس بتاعه ان الفي ام هتكون بزيرو، الفي ام هتكون
سوري البي اوت هيكون زيرو. فالاوت هيبقى عامل زي كده. ليه الفي اوت بزيرو؟ لان انا عندي هنا الديود لما يكون النيجاتيف متوصل بالبوزيتيف هيبقى الديود هيبقى عبارة عن اوبن سيركت، تمام، والفي اوت هتكون متوصلة بالجراوند، تمام. فالدنيا هتبقى اوبن، دي اوبن سيركت، والفي اوت هيساوي الحاجة اللي هو متوصل بيها هيكون متوصل بالجراوند، يبقى الفي اوت هيساوي زيرو، هيساوي بتاع الفي جراوند يعني، وبالتالي هرسمها هنا بزيرو. ده الحل بتاع السؤال الأولاني. اوكي، لو مسكنا السيجنال التانية، خلينا نمسح ده كده، وعايزين نشوف الريسبونس بتاع السيجنال، بس لو انا عندي السيجنال دي. اوكي طيب، انا عندي السيجنال دي وعايزة ارسم شكل الاوتبوت اللي هو كده. عندي سيجنال، السيجنال دي داخلة عليه، وده شكل الاوتبوت، تمام، ودي السيجنال اللي قدامي. هو عايز يسلم على الفي اوت اللي هي موجودة في النقطة دي كده، اللي هي دي. فهنعمل ايه؟ هنشوف برضو الفي انبوت الاول، لو كان اقل كان اكبر من الزيرو. اكبر من الزيرو يعني بوزيتيف، فانت هتلاقي ان البوزيتيف ده متوصل بالنيجاتيف، فالدنيا دي هتبقى اوبن سيركت، هيبقى عنده عامل زي كده. وبعدين التاني برضه هيبقى متوصل، هيبقى اوبن. اوكي، لان نفس الديود. وبعدين هلاقي هنا الفي اوت متوصله بايه؟ متوصله بالجراوند، فالفي اوت هتبقى بتساوي زيرو. الفي اوت هتساوي زيرو لانها متوصله بالجراوند، ودي السيركت اصلا اوبن سيركت الفي اوت. فممكن ارسم هنا كده، ارسم هنا كده، تمام. طيب، عايزه ارسم لما الفي انبوت اقل من الزيرو. اقل من الزيرو يعني ايه؟ اقل من الزيرو يعني يعني نيجاتيف. نيجاتيف متوصل بالنيجاتيف، هيبقى الديود فورورد، والديود ده هيبقى فورورد. هيبقى عندي النقطة دي لو كانت ب في اي، النقطة تبقى في اي ناقص لا سوري، احنا عندنا الفي اوت، الفي اوت بيساوي الفي ان ناقص 7/10. اوكي، فانا عندي الديود ده، الديود الاولاني مثلا ده الانبوت بتاعه اسمه في اوت. اوكي، ان انا بمشي كده، انا عندي الفي اوت ناقص 7/10 هيساوي النقطة اللي هي بتماب الفي او بتاع السيركت اللي هو نسميها مثلا دي في اكس، في اكس. اوكي، فالفي اكس بتاعتي ادي الفي اكس، تمام. لو انا بقى عايز كنت الفي اكس يعتبر هي الانبوت للديود ده، خلاص معايا. لو مشيت بنفس الرول اللي هي دي، الفي اوت بيساوي، فالفي اوت والفي ان، الفي اوت والفي ان للديود التاني. هنعمل كده، دي الرول اللي انا ماشي عليها، والرول دي جابت لي الحاله دي، القاعده دي اللي هو الفي اكس بتساوي الفي او ماينس 0.7. طب لو عايز اطبق نفس الرول دي على الديود التاني، يبقى الفي اوت ايكوال في ام ماينس 0.7. الفي اوت بتاع الديود دي عباره عن ايه؟ عباره عن في اي. اوكي، اللي خارج من الديود بيساوي في اي. طب اللي داخل له هي الفي اكس، اللي داخل الديود ده هي الفي اكس اللي داخله، دي النقطه اللي في الاول هنا، فبتساوي في اكس ناقص 7/10. لو شلت كل في اكس وحطيت بدلها قيمتها هي اللي انا جبتها في المعادله الاولانيه دي اللي هو الفي او، هيساوي الفي او ماينس 7/10 ماينس 7/10 ماينس في اكس دي، تبقى ماينس 7/10 اهي في اكس اللي هي دي. وبعدين اكمل بقى هنا، ناقص 7/10 ناقص 7/10 هتبقى ناقص 1/4، يعني الفي ان هيساوي الفي اوت ناقص 7/10.
وبالتالي ان الفي اوت هيساوي الفي ان ناقص 1/4 ناقص ناقص ال هيبقى زائد 1/4. اوكي دي ال في او يعني انا لو عندي الرول دي كده ان ال في اي بيساوي ال في اوت ماينس 0.7 ماينس 0.7، هتبقى الحل دي هتطلع لي كده في الاخر ال في اوت بيساوي ال في ان ماينس 0.7. تمام، فده معناه ايه؟ ان انا في حالة النيجاتيف العلاقة اللي بتربط بين ال في اوت وال في ان عبارة عن ال في انبوت ناقص زائد 1/14 1/4، يعني تبقى حاجة زي كده. اوكي، لان انت مثلا عندك ال في انبوت هنا بسالب 10، سالب 10 زائد 1/4 يبقى 8/6، يبقى بالسالب 8/6 بالسالب، فهي 8/6 عادي، بس انا ايه هحط اما بالسالب ان هي اصلا تحت الايه محور السينات. اوكي، ده شكل الريسبونس بتاع السيجنال التانية اللي هي رقم بي. طيب لو عايزين نشوف السؤال التاني اللي هي الكيس سي، طيب في الحالة رقم سي أنا عندي السيجنال دي هي اللي أنا شغالة عليها، وهو عايز شكل الأوتبوت سيجنال هتبقى عاملة إزاي given إن أنا بعملها في حالة الإنبوت ال في إن أقل من الزيرو وال في إن أكبر من الزيرو. طيب لو ال في إن أكبر من الزيرو ده معناه إن ال في إن ببوستيف، هنشوف البوستيف متوصل هنا بإيه؟ بتوصل بالنيجاتيف، فالديود ده يعتبر اوبن سيركت. اوكي، لو فرضنا يعني ان الدنيا يعني نسأل الديود التاني يعتبر شغال ايه، يعتبر ماشي يعتبر موجود يعني وجوده مش هيفرق خالص يعني، بس مش مشكلة هيبقى موجود. وهنا عندي ال في اوت وهنا المقام جراوند. فلو عايز احسب ال في اوت في وجود ان هنا الدنيا اوبن سيركت ودي ال في اي، يبقى بما ان مفيش كارنت يبقى مفيش فرق في الجهد، يبقى ال في سوري دي ال في اوت، يبقى ال في اوت هيساوي قيمة الفولت اللي متوصل بيها بشكل مباشر، يبقى هيساوي ال في بتاع الجراوند، يبقى هيساوي زيرو. اوكي، فانا ممكن ارسم هنا زيرو في حالة البوست. طيب طبعا انا بقى هي زيرو، بس انا بس بوضحها عشان ايه الخط لونه احمر يعني، يعني لو هعرف مثلا لو في فرصة غير اللون كده. تمام، ده الاوتبوت يعني. هشوف الحالة دي هلاقي ان في حالة ال في ان اقل من زيرو، ده معناه ان الدود الاولاني هيبقى شغال فورورد معايا كده، الدود هيبقى موجود فورورد يعني موجود. اوكي، بس الديود ده في الاخر هيبقى معاك الديود التاني هو اللي هيبقى ريفرس. اوكي، هيبقى كده قصدي هيبقى يعني اوبن سيركت، لان سالب متوصل بموجب معاك ايه اوبن سيركت، وبعدين الفي اوت هنا برضه هيبقى الدنيا اوبن سيركت، وبالتالي فان مفيش كارنت مفيش فرق في الجهد، فالفي اوتبوت هيساوي الفي هيساوي الفي اللي متوصل بيها اللي هو الجراوند، فالفي اوت هيساوي زيرو برضو. ولو عايزين نرسمها هنرسم زيرو عارف ايه المشكلة في الألوان، بنختار احنا لون ولا نعمل ايه؟ طيب ماشي، هيبقى برضو في حالة البوستيف زيرو النيجاتيف زيرو، ده بوستيف هيبقى زيرو ده نيجاتيف هيبقى زيرو. تمام، ده الشكل الأول بتاع السيجنال رقم سي. طيب
طب احنا دلوقتي بنتكلم على السيركت دي، اوكي. فاللي حاصل ان انا عندي، خلينا نمسح دي كمان، عندي هنا ساين ويف، اوكي. ساين ويف داخلة على السيجنال، ساين ويف، اوكي. البيك بتاعتها 10، وفي موجب وفي سالب، تمام. في طبعا فكرة البارلل، ان انا اولا طبعا عايز اشوف الاوتبوت عند السيجنال دي، حتى البوست في النيجاتيف، فهحلها لما يكون الفي انبوت اكبر من الزيرو، والفي انبوت اقل من الزيرو. لما الفي انبوت اكبر من الزيرو ده معناه بوستيف، لما يكون اقل من الزيرو ده معناه نيجاتيف. طيب بيبقى بس في سبيشال كيس للتو دايودز لما بيكونوا بارل مع بعض. طبعا الحاجه دي ليها بروف، يعني ان انت لما يكون عندك 2 دايود في نفس الاتجاه وبارل مع بعض، ده معناه ان التو دايودز دول كان بي ريبليسد باي اونلي 1 دايود. يعني السيجنال دي اصلا دي عباره عن حاجه زي كده، يعني انا مش هبص لها طول الحل خالص، ان هي عباره عن 2 دايود بارل مع بعض، عباره عن 1 دايود وبعد كده مقاومة، وادي الفي اوت، اوكي، وادي الفي ان. وهنا يعني دي هتتحول لدي، وبالتالي هنا بيسألك انت تعمل ايه لما يكون دي شكل السيجنال اللي داخله ودي شكل السيركت. لو طبعا زي المسألة دي بالظبط، هيبقى عبارة عن حاجة زي كده كده. طبعا بعد التريسنج، يعني لو رجعت بس حل السؤال رقم ايه، هتلاقي هو الحل ده، بس دي النقطة دي اسمها 9 و3، تمام. طيب ده بالنسبة للسؤال رقم دي. يعني لما بيكون عندي 2 دايود بارلل مع بعض والاتنين في نفس الاتجاه، ما ببصش في حاجة خالص في المسألة غير ان انا اشيل الـ2 دايود واحطهم واحدة بس في نفس الاتجاه بتاعهم. لو الاتنين باصين يمة اليمين مثلا، يبقى الاتنين يمة اليمين، يبقى الواحدة يبقى يمة اليمين. طيب لو عايزة حل المسألة التانية اللي هي رقم E، عندي سيركت وعايز اشوف شكل الاوتبوت في حالة البوستيف وحالة النيجاتيف. دي السيركت اللي عندي، وانا داخل لي هنا ادي ساين ويف وعايز اشوف الاوتبوت بتاع السيجنال دي. طيب في حالة البوستيف هتلاقي ان الديود ده هيشتغل اوبن سيركت، والديود ده هيشتغل فورورد شورت سيركت، او يشتغل يعني ان الدنيا مش هتبقى اوبن، وهيبقى شكل السيركت عامله زي كده. عندك هنا اوبن سيركت كده، وبعدين ده كده، الديود هنا موجود، وبعدين نوصل كده، وبعدين يجي لك هنا ايه، مقاومة، وادي جراوند، وادي البي اوت، وادي البي اوت. طبعا السيركت دي لما تحاول تبسطها، بما ان انت عندك هنا الدنيا اوبن سيركت، ممكن تبقى عبارة عن حاجة زي كده، اللي هو خلينا نبص على الالوان مثلا كده، يبقى عبارة عن البرانش ده بس كده، لون غريب برضو، لون مثلا اصفر، يبقى عندك كده، ده بس اللي شغال، اوكي. وفي الاخر برضو هيتحول للمثال رقم ايه، تمام، اللي هو ده. يعني رقم دي هيتحول لايه، ورقم سي هيتحول لايه، اوكي. بس هيتحول لايه في ايه، في حالة البوستيف، تمام. طيب
هيبقى شكل الاوتبوت عامل ازاي؟ طبعا عايزين اللون، هيبقى شكل الاوتبوت عامل ازاي في حالة البوزيتيف لو انا عندي ديود كده؟ الديود طبعا ده بيبقى عنده في ان بوزيتيف ودخلت على بوزيتيف، فالديود ده فورورد، فالديود ده فورورد ده ناقص 7/10، هيبقى اللي داخله ناقص 7/10، هيبقى عبارة عن ال V out هيساوي ال V in، ال V in ناقص 7/10، يعني أنا البيك بتاعتي هتبقى عاملة زي كده، رقم زي الساين ويف عادي في حالة البوستيف، بس مش تبقى 10 بقى، هتبقى 9 و3، لأن أي رقم هيجيله هنقص منه 7/10. طيب ايه الوضع لو انا شفت ال في ان اقل من الزيرو؟ لو ال في ان، لو ال في ان اقل من الزيرو، ده معناه ان انا بتكلم على قيمة نيجاتيف، النيجاتيف هيبقى متوصل بالنيجاتيف ده، هيبقى ده هو اللي فورورد، ولو النيجاتيف هيتوصل بده هيبقى ده ريفرس، فده اللي هيبقى اوبن سيركت. شكل السيركت هيبقى كده، هيبقى معاك دايود، اوكي، وهنا دايود موجود عادي، بعدين كده والدنيا هنا open circuit، اوكي، وبعدين هنوصل هيديك في اوت، هتبقى ايه كده، ودي هتبقى ادي ال في اي وادي ال في اوت. فانا عايزه اشوف قيمه ال في اوت بكام في بالنسبه للسيركت دي. انا لو استخدمت الرول بتاعت ان ال في اوت بيساوي ال في ناقص 7/10، فدي النقطه البدايه ترقص منها 7/10 يديك دي، فانت رول عندك اسمها ال V out بيساوي ال V in، بيساوي ال V in ناقص 7/10، وانا عندي ال V in بتاع الديود ده اسمها ايه؟ اسمها V O، يعني الحاجة اللي هي قبل الديود على طول دي اسمها V O، والحاجة اللي بعدها اسمها V I، فانا معايا دلوقتي V I ناقص 7/10، يعني لو عايز اجيب ال V out كانت تبقى في طرف لوحدها، يبقى ال V out هيساوي ال V I زائد 7/10، V I زائد 7/10، اوكي، دي الرول. وطبعا لما انا اعوض بال V I بأي قيمة هيروح مديني مثلا -10، يعني الرقم ده الساين ويف اسمه -10، احط -10 زي 7/10 دي 9 و3، فيبقى عندي البيك شكلها عاملة كده، بس في السالب اسمها 9، انا فين؟ 9 و3، يبقى عمل ايه؟ اداني شكل الساين ويف برضو اللي ايه؟ ال V out ال V in ال V out ناقص 7/10 يديني ال V in، يبقى ال V out هيساوي V in زي 7/10، اوكي، تمام. بين احنا فين دلوقتي؟ عايزين بقى نحل رقم اف، اوكي، مش عارفة ده اف ده اتحل في محاضرة ولا لأ، بس خلينا معاه عادي برضو. طيب هو دلوقتي احنا شغالين على السيركت دي، اوكي، وعايزين نشوف شكل الاوتبوت هيبقى عامل ازاي. فده الانبوت دخل على دي، على السيجنال دي، وانا عايز اشوف الاوتبوت،
قيمة البي اوت قيمتها كام في حالة البوزيتيف في حالة النيجاتيف. طيب طبعا السيركت دي عندي كذا ديود، والدنيا ماشية بإن أنا عندي ديود سيريس مع ديود تانية، والديود التانية دي هنبرل مع بعض أصلا، فاحنا عايزين نشوف كده يعني ايه. فخلينا نمسك السيركت دي كده، لو انا بوزيتيف، لو انا بوزيتيف مين هيبقى فورورد ومين هيبقى ريفرس؟ هتلاقي ان ده بوزيتيف بمتصل بالبوزيتيف، فهتلاقي ان الديود ده موجود عندي فورورد، فيبقى السيركت عامله كده. اوكي، الديود الاولاني ده موجود معايا عادي خالص. اوكي، بعدين معايا هلاقي ان البوزيتيف ده متوصل بالبوزيتيف ده، فالديود اللي فوق ده يبقى موجود معايا. اوكي، لكن الديود اللي تحت هيبقى مش معايا، لان هو يبقى ريفرس، يبقى بدل اوبن سيركت. اوكي، فالسيركت دي هتتحول لاتنين ديود سيريز مع بعض، الاتنين في الاتجاه اللي هو باصص يمة اليمين كده. فانا ممكن اساوي السيركت دي اصلا بان هي تبقى عبارة عن اتنين ديود سيريز مع بعض. هلغي بقى الجزء ده كده خالص، لان هو اوبن اصلا، معايا ديود، معايا ديود تاني سيريز، وبعد كده دي شكل الفي اوت، او دي مكان الفي اوت، ودي المقاومة وادي الفي اوت. يبقى شكل الفي اوت يبقى عامل ازاي؟ لو الترول بتاعت الفي اوت بتساوي في ان اسرع من 10، هلاقي ان لو الفي ان هنا بقيمة، فدي هتبقى مثلا لو ب 10، يعني 10 بوزيتيف، فهتبقى دي 9 و3، ولو نقصتها تاني عشان الديود كمان ب 8 وايه؟ 8 و6، فيبقى الاوتبوت هيبقى عبارة عن 8 و6، او نقدر نسميها، نخليها مثلا 8 و6، او نقدر نسميها ان الفي اوت بيساوي الفي ان ناقص 1.4، في ان ناقص 1.4، عشان عندي 2 ديود. اوكي، ده شكل الاوتبوت في حالة البوزيتيف. هنعمل ايه في حالة النيجاتيف؟ في حالة النيجاتيف هيبقى عندي هنا السالب متوصل بالموجب، وبالتالي فإن الديود الأولاني ماله؟ اوبن سيركت. اوكي، والديود التاني طبعا يعني عايز تحطه اوبن سيركت تحطه برضه عادي، وفي كل الأحوال مش هيفرق بقى بعد كده ايه، طالما دي اوبن سيركت كل اللي بعد كده مش مهم. طبعا هنا هيبقى في ديود، اوكي، وده الاف الفي، الفي هنا، فدي هنا اديني هنا اوبن سيركت، واديني هنا اوبن سيركت. فالسيركت هتبقى اوبن، لان انت لو مشيت في الاتجاه ده هتلاقيها اوبن، صح؟ ولو مشيت في الاتجاه ده هتلاقيها اوبن، عشان انت عندك هنا اوبن اهو. فالفي اوت مش هتبقى متوصله خالص بالفي ان، الفي ادي الفي ان وادي الفي اوت، مش هتلاقي اي طريق يوصل بين دول دي، فمش هتعرف تجيب علاقه بين الفي اوت والفي ان، او يعني الفي اوت مش تبقى ان تيرمز اوف الفي ان، فهتبقى الفي اوت بما ان مفيش كارنت هتبقى متوصله بمين؟ بالفي جراوند، فالفي اوت هتبقى بزيرو، هتساوي زيرو، هتبقى عامله زي كده. اوكي، ده شكل الاوتبوت في السيجنال رقم اف. اوكي تمام. لو هنخش بقى على سيجنال تانية اللي هي رقم ما اعرفش اسمها ايه، ننزل كده ماشي، يبقى نمسح الاول. هنفترض بقى ان انا عندي السيجنال دي، اوكي، اللي هي رقم جي، وعايزين نشوف شكل الاوتبوت هيبقى عامل ازاي. طبعا انا المساله دي احنا حلناها في المحاضره، بس خلينا نحل عشان نبقى احنا دلوقتي بنحل الشيت، نحل كله مره واحده ان كيس يعني. طيب لو عايزين نحل السيركت رقم جي، فانا دلوقتي عندي عايزه ارسم شكل الاوتبوت جيفن السيركت دي، تمام. فهشتغل مره في البوزيتيف ومره في النيجاتيف،
حالة ال في حالة البوزيتيف، البوزيتيف ده هيبقى متوصل بالبوزيتيف ده، اوكي. فالديود ده يعتبر فورورد، فورورد يعني موجود. فانا لو عايزين نرسمها برضو عادي اهو، الديود هو هيبقى موجود، هيبقى نفس السيركت اللي جت اصلا يعني، اوكي. فانا عايز احسب دلوقتي شكل الفي اوت جيبن ان السيركت عندي كده، وانا عارفه ان الفي اي عندي بوزيتيف. طيب الفي اوت انا برضو عارفه ان لما يكون في فورورد فانت بتعمل دروب 7 من 10، ف ده هيبقى له علاقه بده. الفي ان اللي هو الفي او ماينس 7 من 10، 7 من 10 هيساوي الجراوند اللي في الاخر اللي هو هيساوي 0. وبالتالي فان الفي اوت هيساوي ايه؟ هيساوي 7 من 10، 7 من 10. فانا هرسم هنا حاجة زي كده. كلمة 7 من 10 معناها ان هو رقم ثابت لا يعتمد على الفي انبوت. ادخل الفي انبوت بأي رقم، 10 20 30 اي حاجة، هو في الاخر يطلع لي برضه 7 من 10، مش هيبقى بدلالة الفي انبوت يعني، هو هيساوي الفي اوت، لان هو هنا ملوش دعوة. هو يعني انك بتطبق الرول بتاعت الفي اوت، فانت مين الفي اوت ومين الفي ان؟ ادي الفي ان وادي الفي اوت بتاع الديود اللي هو الحاجة اللي ماشية في اتجاه السا، ادي السا. يبقى دي يبقى النقطة دي، يبقى النقطة دي هي الفي اوت، الفي ان، النقطة دي هي الفي اوت، اوكي. طيب خلصت الجزء ده، عايز اتعامل مع الجزء النيجاتيف. في حالة الجزء النيجاتيف هتلاقي السيركت مالها عاملة كده، ادي بتاع وادي دي، هتبقى اوبن سيركت، وعندي هنا جراوند. الفي اوت دي اوبن سيركت، حتى دي اوبن سيركت، ودي الفي اوت. فبما ان الدنيا اوبن سيركت، فالفي اوت يبقى مش هيبقى فيه كارنت، مفيش كارنت، يبقى مفيش فرق في الجهد، مفيش فرق في الجهد، فالفي اوت مش هتساوي الحاجة دي لان هي اصلا مش متوصلة بيها، لكن هتساوي الحاجة دي. الفي اوت هتساوي الفي ان، الفي اوت هيساوي الفي ان، لان الدنيا اصلا اوبن سيركت، هتساوي الحاجة اللي هي متوصلة بيها بشكل مباشر من غير أي نقصان، لأن أصلا مفيش كارنت. وبالتالي في شكل السيجنال هتبقى هنا في حالة النيجاتيف، هتبقى لو دي 10 هتبقى 10 عادي برضو، نيجاتيف، ودي بوزيتيف، اوكي. فالعلاقة بين الفي اوت والفي ان، الفي اوت بتساوي من 10 في حالة البوزيتيف، والفي اوت بتساوي الفي اي في حالة النيجاتيف، تمام كده؟ تمام. شوف بقى السيركت التانية، طيب لو عايزين نبص على السيركت دي كده وعايزين نشوف شكل الاوتبوت ساين ويف، في حالة البوزيتيف هتلاقي ان الديود ده فورورد والديود ده ريفرس، لان انت عندك البوزيتيف يبقى متوصل بالبوزيتيف، اوكي، وهنا البوزيتيف يبقى متوصل بالنيجاتيف. فالديود ده هيبقى السيركت عاملة كده كده كده، ماشي. والديود ده هيبقى اوبن سيركت، تمام. ده جراوند وده جراوند، ودي الفي اوت، وادي الفي ان. السيركت دي لو احنا حاولنا نشيل الجزء بتاعت الاوبن سيركت ده لانه اصلا طبعا ملوش لازمه، هتتحول في الاخر لشكل السيركت دي، ان انت خلاص يعني مفيش برانش هنا يعني، ده انت شيلته. ولما تشيله، خلينا مثلا لو في فرصة ان انا اشيله اهو، فتحول لشكل السيجنال دي، تمام، تحول لشكل السيجنال دي اصلا. فشوف انت كنت بتطلع ايه في حالة البوست في السيجنال دي وطلعه هنا، او براحتك لو عايزين نعملها من الاول عادي يعني. هتلاقي ان ادي انا عايز اقول في اوت ناقص في ان، الفي اوت بيساوي في ان ناقص 7 من 10، فمعاك الفي اوت هنا هي الزيرو، فالزيرو بيساوي الفي اوت، الفي ان قصدي اللي هي كلمة في او ناقص 7 من 10، وبالتالي ان الفي او هتساوي 7 من 10 حتى البوست. فانا هرسم كده 7 من 10 في حالة البوست، تمام. طيب شكل الدنيا عاملة ازاي في حالة النيجاتيف؟ هتلاقي ان في حالة النيجاتيف ده نيجاتيف وده
بوزيتيف وده نيجاتيف، فتلاقي ده ايه، ده مش موجود معانا لانه اشتغل ريفرس ريفرس، لكن ده هو اللي هيبقى موجود، فيبقى عندي حاجة زي كده كده مقاومة، بعدين هنا اوبن سيركت اوكي، وبعدين هنا بتاع ديود، هيبقى عندك كده تمام. لو مشيت بنفس الرول بتاعت الفي اوت والفي ان وكده هعرف اجيب قيمة الفي اوت في الحالة دي. الفي اوت بيساوي في ان من 10، والفي اوت هي الفي او، والفي او هيساوي 0 ناقص 7 من 10، يعني هيساوي سالب 7 من 10، يعني هيساوي كده 7 من 10 تمام. ده حل المسألة دي. لو عايزين نحل المسألة اللي بعد كده، طيب هو احنا شغالين على المسألة دي وعايزين نشوف شكل الاوتبوت بتاعي عامل ازاي في حالة البوستيف في حالة النيجاتيف. طيب في حالة البوستيف، البوستيف هيبقى متوصل بالنيجاتيف، فالسيركت دي هتبقى مالها، هتبقى اوبن سيركت، فالسيركت هتبقى عاملة كده، ادي مقاومة وبعديها مقاومة وبعديها نقطة وبعدين اوبن سيركت وبعدين جراوند، لان ده يبقى اوبن سيركت. ادي الفي انبوت وادي نقطه اللي اسمها في اوت، صح كده، ادي الفي اوت نص كده ما بين المقاومه دي 1 كيلو وادي 1 كيلو، يبقى الفي اوت بكام؟ بما ان الفي اوت مش متوصله هنا عشان الدنيا اوبن سيركت، فهتوصل هنا، يبقى الفي اوت هتساوي الفي ان، يعني هتساوي كده 10. الفي اوت هيساوي الفي ان في حالة البوست بالنسبة للسيركت دي. طيب لو عايز اشوف بقى شكل السيجنال او السيركت في حالة ال في ان اقل من الزيرو، في حالة ال في ان اقل من الزيرو هلاقي ان في حالة ال في ان اقل من الزيرو السيركت دي هيبقى عندك هنا السالب متوصل بالسالب، فالسيركت دي موجودة عندك، هيبقى عندي حاجة زي كده 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 تمام، وده جراوند، ادي الفي اوت ولا دي ايه؟ انا عملت ايه؟ معلش ثواني، كنترول زد ولا بنعمل ايه؟ ماشي، نعمل كده مقاومة وبعدين كده مقاومة وبعدين ديود وبعدين جراوند، النقطة دي مالها؟ فده مثلا نسمي النقطة دي اسمها في اكس، والنقطة دي اسمها في اوت زي ما هو كاتب لي في اوت، والنقطة دي اسمها في انبوت، وهنا 1 كيلو وهنا 1 كيلو. مبدئيا الفي اكس دي هتساوي ايه؟ هتساوي لو استخدمت الرول بتاعت الفي اوت ناقص الفي اوت بيساوي في ناقص الفي اوت بيساوي في ناقص 7 من 10، فدي ال VN، فانت معاك 0 ناقص 7 من 10 هيساوي ناقص 7 من 10، يعني ال VX بكام؟ بناقص 7 من 10 خلاص. فلو عايز اجيب ال VOUT ممكن الاول اجيب مثلا الكرنت، بما ان ال VOUT دلوقتي بالسالب والرقم ده 0 يبقى الكرنت مشي كده تمام، مشي في الاتجاه ده، فاحسب الكرنت اللي بيعدي اسمه مثلا I، ولا I او الاي دي عادي، اي بتاع الديود، الاي بتاع الدود هيساوي الاي بتاع المقاومات كلها لانهم سيريز مع بعض، فهيساوي ال في اكس ناقص ال في اي على الاثنين، على الاثنين ليه؟ لان هم على مجموع المقاومات اللي هي 1 و1 اوكي، فال في اكس بناقص 7 من 10، ناقص 7 من 10. لو قلت ناقص ال في اي اللي هي بكام؟ بسالب 10 يبقى زائد 10. طبعا انا بحسب الكرنت عند ايه، عند قوة معينة، يعني هيديني الكرنت مثلا مش عارفة ب4 وحاجة،
كرنت يطلع بأربعة وحاجة، مش فاكرة بالظبط. أوكي، لو أربعة ستة خمسة، أربعة علامة ستة خمسة. أوكي، معرفش في مشكلة. طيب ده الأربعة، ده الكرنت. عايزة بقى إيه؟ أنا كنت بعمل كده عشان أجيب قيمة الفي أوت. الفي أوت مثلا ممكن أقول إن الكرنت اللي أنا جبته هيساوي الكرنت اللي بيعدي هنا، صح؟ فيبقى إن الأربعة علامة ستة خمسة هيساوي الكرنت اللي بيعدي في المقاومة رقم واحد، اللي هو هيساوي سالب 7/10 ناقص الفي، ناقص الفي نوت على الواحد. هحل اجيب قيمة الفي اوت، الفي اوت هيطلع بكام؟ هيطلع بسالب 5 علامة 3 2 او علامة 2 3، مش فاكرة. سالب 5 علامة بقى 3 تقريبا، 2 3 ماشي، 2 3. ده الاوتبوت هنا. فلما انا جبت ده الفي اوت بيساوي ايه؟ بيساوي سالب 5 لو انا حاطط البيك ب 10 او بسالب 10. فممكن تشوف انت جبتها ازاي، يعني ايه علاقة الفي اوت بالفي ان. اوكي، ممكن تجيبها بحاجة زي كده. او ان انت تقول ده هي بسالب 5 ومش عارف ايه عند البيك بتاعت الجزء النيجاتيف. اوكي، ده بالنسبة للجزء ده. طبعا بما ان احنا طولنا، فانا اعتقد ان احنا ممكن نحل الجزء التاني في الشيت في فيديو تاني. لكن ده الوضع بالنسبة للسؤال الاولاني. ممكن يجي لك اكتر من سؤال، اكتر من ديود قصدي، مش ديود واحد. خدنا طبعا الاربع حالات بتاعة الديود الواحد. ممكن نجيب الديود ومقاومة، او الديود ومقلوب ومقاومة، او مقاومة وديود، او مقاومة وديود مقلوب. دي حاليا في الفيديو بتاعة المحاضرة. ممكن يجي لك اكتر من ديود جنب بعض، ممكن يبقوا 2 سيريس، ممكن يبقوا 2 بارل، ممكن يبقوا كومباينيشن. وعرفنا ازاي ممكن نحل كل كيس، وايه هي السبيشال كيس بتاع الاثنين بارل في نفس الاتجاه. وواضح ان شوف انت عايز ايه. حاول تزود ديودز على قد ما تقدر. لو عايز تخلي الرقم مثلا اللي هو 10 ده ينقص كتير، فتقعد تزود بقى ديودز كتير. او لو عايز برضو يطلع رقم ثابت في البوزيتيف والنيجاتيف، ممكن تعمل حاجات بارل بالمنظر ده. ف يعني الموضوع بيعتمد على انت عايز تعمل ايه بالظبط، او عايز توصل لايه. فخلينا نكمل بقية الشيت في فيديو تاني.